من رام الله ينضم إلينا ضياء حشية مراسل الغد. ضياء، إذن ما هي آخر التفاصيل بهذا الصدد وكيف هي ردود الفعل في الداخل الفلسطيني على بيان المشترك من الحركتين؟ يعني من حيث انتهيت هناك ردود فعل إيجابية في الشارع الفلسطيني وحتى في أوساط الفصائل الفلسطينية التي كانت أيضا هذا اليوم عقدت اجتماعا لها برئاسة يعني الكل الفلسطيني، الفصائل المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، جميعها جاءت بالتزامن مع إعلان الاتفاق أو إعلان الإيجابيات التي حدثت والاختراق الذي حدث بين حركتي فتح وحماس في حوارتهما في اسطنبول، وهذا الاجتماع أيضا الذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس حسب ما أفدنا من مصادر داخل حركة حماس. أيضا هذا الأمر لاقى استحسان كبير في أوساط الفصائل، اتفاق لربما سيكون هو الأول من نوعه بين الفصائل الفلسطينية. وفد حركة فتح سيتجه بعد أنقرة إلى الدوحة ومن ثم سيطير إلى القاهرة لإجراء محادثات، ولم يكشف حول طبيعة هذه المحادثات أو طبيعة هذه الزيارة، والتي يرأسها الوفد الفلسطيني هو عضو أو أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل أرجوب. جبريل أرجوب سيعود إلى مدينة رام الله في وقت لاحق، ومن ثم سيتم إطلاع الرئيس الفلسطيني على الجهود التي بذلت في أنقرة لطبعا إنهاء الانقسام الفلسطيني بين الحركتين، ومن ثم الرئيس الفلسطيني سيدعو أمناء عامين الفصائل إلى اجتماع ثاني حتى يتم الإعلان عن هذا التوافق والإعلان عن التفاصيل إنهاء الانقسام والمصالحة الوطنية الفلسطينية. سيصار بعدها إلى إصدار مرسوم رئاسي يحدد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأيضا المجلس الوطني الفلسطيني ضمن مراحل متزامنة على أن لا تزيد عن 6 أشهر، بمعنى أن الانتخابات البرلمانية ستكون الأولى ومن ثم ستتبعها الانتخابات الرئاسية ومن ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. هذا التوافق لاقى استحسانا من غالبية وكل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وأعربت عن ارتياحها الشديد أيضا في هذا الشأن وفي هذه الإشكالية. أيضا سيصار إلى البدء بالتطبيق الفوري لما تم الاتفاق عليه ضمن اجتماع أمناء عامين الفصائل الذي عقد قبل حوالي شهر، وسيتم طبعا العمل على هذا ضمن موعد أقصاه أن لا يتجاوز الأول من أكتوبر القادم. أشكرك ضياء حشية مراسلنا من رام الله.